بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وجه سموه برفع جوائز مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للقدرة ليكون إجمالي الجوائز 130 ألف دينار بحريني للمهرجان الذي سينظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد خالص شكر وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم على الرعاية الفائقة التي يحظى بها القطاعان الشبابي والرياضي من جلالته، مما ساهمت في بروز الرياضة البحرينية بشكل لافت في المحافل الخارجية، خصوصا رياضة القدرة التي تحظى باهتمام كبير من جلالته، مما ساهم في تطورها بشكل لافت في الفترة الماضية، وانعكست على المشاركات الخارجية للفريق الملكي بتحقيق العديد من الإنجازات الأوروبية والعالمية. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن رفع الجوائز المالية للمهرجان سيكون حافزا كبيرا لكافة المشاركين ببذل الجهود في تحقيق النتائج المتميزة، مما سينعكس على مواصلة تطوير رياضة القدرة التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الازدهار والتطور.